أكيد سلمى، وكان صباح ملء المحبة والسلام من قلب محافظة حمص، حيث نظم فريق حلمكم بالتعاون مع جمعية سورية للتنمية الاجتماعية في حمص مسير حمل عنوان مسير السلام، والذي تزاحمت في أحيائها القديمة والجديدة مئات الدراجات. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من حمص مؤسس فريق فعالية حلم حنين أحمد. يسعد صباحك. عفوا حنين، يسعد صباحك ست حنين، عم تسمعينا؟ نعم، بس لو سمحتي تعلي صوتك شوي. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير للكل. انا حنين احمد مؤسسه الفريق. يا اهلا وسهلا فيك، عم نسمعك نحن، بس تعلي صوتك شوي. انا حنين احمد مؤسسه نعم. الفريق. اهلا وسهلا فيكي ويعطيكم العافيه. الله يعافيك يا رب، شكرا كثير لحضرتك. يا هلا فيكي. ممكن تعرفينا عن فريق حلم؟ فريق حلمكم هو فريق حمصة، تأسس بال 2016. هو فريق شبابي مدني، بيطمح لتفعيل دور الشباب واليافعين بمدينة حمص عبر فعاليات مدنية واجتماعية وثقافية. ويمكن مسير السلام 2 اللي انطلق بمدينة حمص يوم الجمعة كان ثمرة لجهود تخطيط لفترة منيحة للفريق، ويمكن بيعبر عن رسالة فيلم كون الجامعة لمدينة حمص. نعم. لو سمحتي ممكن نتكلم عن المسير والتنظيم وكيف الفكرة اجت؟ مسير سلام 2 انطلق يوم الجمعة قبل امبارح. مثل هالوقت كنا بالشارع كلياتنا، من هون اجت فكرة المسير، انه كان بدنا نطلع فعالية تحمل رسالة سلام لحمص كلياتها، من دون تمييز بين أي حي ومن دون تمييز بين أي انتماء أو توجه. سلام 2 بيجي بالذكرى السنوية الأولى للمسير اللي انطلق السنة الماضية كمان. هاي السنة حمل المسير عنوان هاشتاغ حمص منيحة، لنقدر فعلا نوصل هذا الانطباع. أطلق فريقنا حلمكم الفعالية بالتشارك مع جمعية سورية للتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع فرق حمصية لأول مرة بتشتغل مع بعضها تحت تنظيم لتنظيم فعالية وحدة، مثل مشروع مدى الثقافة، فريق وجوه الشبابي بحمص، فريق اي تي ادفايس، كمان ملتقى المجتمع المدني السوري كمان كان شريك مهم معنا، كان كمان معنا جمعية طبيعة بلا حدود كمان مشكورين، بالإضافة للاتحاد العام للرياضة بحمص، بالإضافة لضيوفنا اللي لبونا من برا حمص، كانوا هم شركاء كثير مهمين بإنجاح هذا المسير. نعم، يعني ست حنين مثل ما قلتي فرق متعددة شاركت بالمسير من دمشق ومن محافظات أخرى إجت على حمص واشتركت. مثل ما سمعنا بالتقرير بعض قال أنه حلو نرجع ننشط ثقافة استخدام البسكليت لحتى نخفف الزحمة، هذا الهدف كان محقق بدمشق، هل في أهداف أخرى كانت للمسير بحمص؟ هلا انا بس بدي احكي انه نحن ضيوفنا كانوا من دمشق فريق يلا على البسكليت، من سلميه دعسه بسكليت مشكورين، ومن طرطوس دراجي طرطوس. يمكن بالشام ثقافه الدراجه انتشرت كثير وكانت حلوه ولبت رغبه الشباب بتجاوز الازدحام، بس يمكن بحمص كانت القصه اعمق من هيك تماما. بالاضافه لانه نشرنا القصه كان الهدف الرئيسي للنشاط هو نحمل على الدراجه رساله سلام. يعني الدراجة صديقة للبيئة، بس كمان كانت حاملة بحمص رسالة سلام. ونحن اليوم بالتعاون بعد المسير مع عدة فعاليات رح نحاول أنه نعزز هذا الموضوع باتجاه أنه ننشر ثقافة الدراجة بحمص بعد ما حققنا هدفنا بإرسال رسالة سلام لحمص. نعم ست حنين، يعني حمص جمعت بهذا المسير دمشق طرطوس، كان مسير مميز كثير من قلب حمص، شو مشاريعكم المستقبليه مثل هيك فعاليات؟ مشاريعنا المستقبليه اكيد بدنا نبنيها على نجاح نحن بنشوف انه حققناه بمشاركه اكثر من 800 شاب وصبيه معنا بحمص اليوم بمسير جامع مثل هذا. اخذنا طابع انه نحن في شباب بحمص فعلا عاملين بارسال هذه الرساله. الفريق عم يخطط بالفتره القادمه اكيد لاطلاق عده فعاليات بمجال الثقافي والمجتمع والحوار بين الشباب الحمصي. عم نحاول قد ما فينا نرجع النبض بمساعده شباب حمص لهي المدينه اللي عانت كثير من العنف. رح نحاول نشتغل على اي
نشاط جامع بحمص يربط المدينة مثل ما ربط المسير شوارع كلهم مع بعضهم بخيط واصل. وأكيد حلمنا نشوف كلياتنا حمص منيحة عن جد. أكيد ست حنين، بختام حديثنا شو تحبي توجهي كلمة عبر شاشة الإخبارية السورية؟ أول شيء بدي أشكر الإخبارية كثير لأنها كانت مرافقة لنا طول المسير بتغطية كثير حلوة، وبدي أشكر كل اللي لبى رسالة السلام فعلا بحمص. كان المشهد كثير مؤثر صراحة، كل شب وصبية كانوا معنا بشكرهم، كل حدا لبى الدعوة بشكره، الفرق اللي إجت من برا حمص لتشاركنا الرسالة بشكرها. بالنهاية بشكر حمص يلي جمعتنا، وبتمنى عن جد أرجع أشوفها منيحة، وبشكركم إلكم كثير على أنكم أتحتونا نحكي عن هاي الفعالية، وبتمنى أشوفها بكل المدن السورية بالرقة وبحلب وبدير الزور وبطرطوس وبالشام وبكل مكان، لنقدر نرجع نقول عن جد إنه سوريا منيحة وشبابها قادرين إنهم يحموها ويقوموا فيها وينهضوا فيها. نتشكر اتصالك ست حنين مؤسسة فريق فعالية حلمكم، كنتي معنا عبر الهاتف من حمص.